نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. يا مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم ايمي من قناة ايمي وهنونة. النهاردة ان شاء الله احنا في منطقة الزيتون عند معرض الروماني جروب للأجهزة الكهربائية، زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هنتعرف مع بعض على انواع الأجهزة الكهربائية، الفرز الاول بأقل الاسعار، كمان اقل من السوق بكتير. يلا بينا نتعرف على الأجهزة، عشان كل بقى العرايس اللي بيجهزوا وكل اللي بيحبب يجدد من أجهزته الكهربائية. ان شاء الله الفيديو ده هيكون مفيد جدا جدا بالنسبة لكم، بس يا ريت ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناة لسه بيشوف القناة لأول مرة. يلا بينا ندخل معرض الروماني. مساء الخير هنسى دعاء، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم، انا مرتي سنه وحضرتك طيبه، دي بصحه وسلامه. عايزين نتعرف مع بعض النهارده على الاجهزه الكهربائيه الرفايع بقى، عشان العرايس اللي بتجهز. لا طبعا عمرك تشرف. طبعا معرض الروماني معروف ان هو الاجهزه بتاعته باقل الاسعار، اقل من السوق. تمام، احنا بننزل هنا يعني احنا عندنا زي اوفرز او عروض، ان حاجه بتنزل سعر منخفض شويه عن بره، عشان طبعا سامحوا لنا للعرايس التجوز. ايوه عايزين نسهل لهم الامور شويه. تمام. معقد واحد معرض الروماني الأجهزة الكهربائية. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. طبعا دلوقتي احنا طبعا عندنا هنا رفايع بتتقسم لكذا حاجة. عندنا عندي هنا أفران بتاعتي هنا اسمها وايت ويت، هي طبعا أفران وايت ويت دي فوري استيراد. عندي منها مقاسات متعددة، عندي مقاس مثلا 45 لتر، في عندي 40 لتر، في عندي 48 لتر، في عندي 38 لتر كمان. فكل الاحجام موجوده. انا سمعت ان وايت ويل من الماركات المحترمه جدا في الافران. ماركه مستورده عالميه، كوري، الموتور بتاعها ياباني، على فكره حاجه نظيفه جدا. في عندي طبعا دي، ده مقاس 45 لتر. فرن وايت ويل. طب الامكانيات كلها واحده بس كل مقاس بس؟ بصي كل امكانيات الافران واحده، بس طبعا الاختلاف ايه؟ اللي ترسال الريت بتاع كل فرن. تمام. عندي ده 45 لتر، ده عامل 1100. ده 1100 طبعا. ده الشوايه اول درجه اولى، درجه اولى بالشوايه. في عندي انواع، ده بالشوايه وطبعا كهرباء وكل حاجه. في عندي الوان ابيض، وفي عندي الاسود، في السيلفر، في الاحمر، في الوان متعدده. ده ب 1100. بالظبط. وده برده نفس يعني سعر الفري 45 لتر، برده لونه اسود نفس الكلام، بس انا شايفه الزرار بتاعت دي اكتر مختلفة عنه. لا بصي، دي بتبقى زي ديزاينز مختلفة. تمام. كل حاجة ليها مثلا ايه، ليها الشكل الخارجي بتاعها يعني. تمام. ده سعره كام؟ ده برضه نفس السعر التريه بتاعته، دي 45 جنيه، وده عامل برضه 1100 برضه زيه؟ ده برضه نفس الكلام، طبعا الوان مختلفة، الابيض اسود والسيلفر. تمام. تمام. انا برضه كنت بسمع عليه من هنا. بالشواية بتاعته بكل حاجة فن. طبعا الحاجات دي كلها على فكره بتفرق كتير، يعني السعر ده هنا نازل كتير عن بره. عارف الافران دي كلها بره عامله 2000 وشويه فعلا. بالظبط، يعني فرق كبير كمان في السعر. فرق كبير في السعر طبعا. تمام. ده عندي بقى حضرتك، ده 40 لتر برضه وايت ويل، وده عامل 950. مش توافق كله نفس الفكره، بس مع اختلاف السعر التريه طبعا واختلاف السعر. ايوه تمام. ايه طبعا الشكل الخارجي بقى اللي هي الزراير بتختلف برضه، بس طبعا امكانيه التشغيل واحده اكيد طبعا. هتبقى معاها ضمان قد ايه؟ الحاجات دي معاها ضمان سنه طبعا. تمام. في عندي تحت 48 لتر كمان. ده عامل 1400. انا برضو افتحه لحضرتك ده كتير، نشوف كده لو عشان هو مقفول بس من تحت. ده عامل 1400. الحاجات دي كلها سعرها مخفض جدا، عشان السعر معانا ده العايز ينزل يتجوزي بقى، عشان الظروف الماديه طبعا. وان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. ايه تاني معانا في الرفايع؟ عندي هنا اللي هي الرفايع اللي هي الكبه، عندي عجان، وعندي اللي هي الكبه والعجان والمفرمه. وايت ويل برضو؟ بالظبط. دي الكبه دي طبعا بتقطع اللي هي البصل، رفايع بصل صغنطوطه كده، دي عامله 350 جنيه. 350؟ 350. وده العجان وايت ويل برضو، طبعا كل الماركات دي وايت ويل. ده مضرب بيض بالعجان؟ مضرب بيض بالعجان بتاعه طبعا، ده عامل 450. كم وات؟ ده 600 وات. وده 400 وات. تمام. امال ايه ده بقى؟ شكله غريب. دي زي عارفه كبه بتقطع، مثلا جزر، تبشر خيار، الحاجات دي كلها. تمام. زي الفود بروسيسور كده بالظبط. دي برضو عامله 550. تمام.
الحاجات دي كلها طبعا بتبقى محتاجاها العروسه في الجهاز بتاعها. الحاجات دي ايه بتبقى احلى حاجه ممكن تاخدها العروسه من عندنا؟ هي الرفايه طبعا، تساعدها طبعا في الجهاز بتاعها، انت عارفه مهمه جدا مهمه جدا جدا. وتنصحي بقى لما حد يجي يشتري الرفايع دي ان هو يشتري كل حاجه لوحدها ولا حاجه كبيره على موتور واحد؟ لا بصي حضرتك، كمان انا افضل ان كل حاجه تبقى لوحدها يبقى افضل. ليه بقى؟ كل حاجه يبقى ليها ايه كفاءتها وتشغيلها، والموتور بتاعها والموتور بعيد عن بالظبط منفصل، بحيث ان هي برضو ايه حاجه مثلا بقدر اتمنى ان اعرف اتصرف فيها. صح كده تمام تمام. اوكي عندي برضو تاني برضو من ضمن الرفايع اللي عندي، عندي مكانس، مكنسه برضو دي حلوه طبعا، هي فيها صغنطوطه شويه اسمها بوكس صغنطوطه شكلها لعبه على فكره، لذيذه جدا، لذيذه حاجه انت صغيره تاخدش مساحه معاكي بس كفاءتها عاليه جدا على فكره والله. دي اسمها جولد سكاي ماليزي، في منها الوان، في منها الاصفر، في منها النبيتي، وفي منها كمان الفسفوري. طيب دي بقى كم وات على سرعه؟ 1600 وات، فرشه بتاعها تحفه والله. لو بتحبي تجربها لك مش مشكله. ناخد دلوقتي. لا حلوه قوي. لا تمام، ممكن، لا ممكن ايه تشوفي الكود شوف تبعتها عامل ازاي يعني. تبع شركه ايه؟ جولد سكاي دي مدينه ده استيراد. دي الكرتونه بتاعتها معاها مده 3 سنين. طيب الحاجات المستورده اللي هي مش معروفه قوي، احيانا قطع الغيار مش بتبقى متوفره، فهل دي قطع حضرتك معاها الضمان بتاعها ومعاها القطع الغيار بتاعتها متوفره معانا كل حاجه معانا؟ يعني لو حاجه باظت فيها هل الناس بتقلق من الموضوع ده؟ ما انا عارفه طبعا. بصي حضرتك اي حاجه معاها ضمان وكده، لان اي حاجه بالكرتونه اي ضمانها بتاعها متوفره معانا. ودي ضمانها قد ايه؟ 3 سنين. وسعرها؟ السعر هي قوتها 1000 واط، سعرها 100 جنيه. 800 جنيه بقى؟ 800. ممتازه وعايزه تشوفها برضه على فكره. يعني شكلها كده لذيذ قوي. لا هي بصي الميزه اللي فيها ان هي صغنطوطه كده صغيره، بس يعني ايه قوه شفتها ممتازه جدا. وطبعا البنات الصغيره بقى تحب تكنس وتساعد مامهاتهم بقى طبعا ده شكل ده من حته لحته بقى ومكان لمكان كده. ده بقى كيسه بيتفضى ويرجع تاني ولا لا؟ بصي حضرتك هي بصي فيها ايه هنا؟ عشان في حاجات لازم الواحد يشتري لها مجموعه اكياس او حاجه، فعايزه اعرف برضو هل عمليه. بصي حضرتك دي ده الكيس اتفضي من هنا اتفضي. ايوه بيرجع تاني ده حلو تمام حلو قوي. وبعدين لازم حاجه ان هي ما بتاخدش مساحه كمان في المكان تحط فيه. ايوه ده الميزه الحلوه. جميله والله شكلها جميل. تمام. عندي برضو من ضمن الرفاهية اللي عندي في المقعد، عندي مبردات، مبردات وايت ويل دي درجه اولى في الكرتونه بتاعتها وايت ويل محترم. وعندي طبعا عندي طبعا مبرد عادي، ده بيبقى ده مبرد عادي حنفيتين ميه سخنه مغليه وبارده، في العادي في عندي مبرد في الثلاجه كمان. ده بقى ده عادي ده بقى عادي فور عادي. في عندي بقى زي بالظبط في الثلاجه بتاعته ده المبرد العادي اللي هو اللي ده عامل 1800 جنيه. بس انا شفت ديزاين تاني منه غير الشكل ده. ده في عندي ده مش حاجه، عندي كذا ديزاين، عندي ده اللي هو السيلفر ده، لا السيلفر ده عندي ابيض ساده، في عندي ابيض وعليه سيلفر. ايوه هو ده بالظبط. عندي كذا ايه الفرق بينه وبين لا كلها زي ما مختلفه بس نفس السعر. بس كل المبرد عادي من غير ثلاجه عامل 1800 جنيه، بس عندي نفس المبرد ده بالثلاجه بتاعته عامل 2000 جنيه. 2000 جنيه عشان الثلاجه؟ بالثلاجه. طب هل الثلاجه عمليه ولا؟ بصي هي عمليه، بصي بعض الناس بتبقى محتاجه ايه بس تحط كان زي يعني واخد تعصيب كده جوه. بالظبط. اما مش عارفه مش ثلاجه ثلاجه طبعا. طب ما انا عارفه كده حاجه يعني طبعا حلو جدا ده جميل جدا الكرتون على فكره زي الفل بقى حاجه جميله ده بره بقى نلاقيه اغلى طبعا ده بره عامل 2800 جنيه 3000 حاجه زي كده يعني هنا عامل حوالي 1100 جنيه. طب ما ممكن الناس تتساءل فرق السعر الكبير ده ليه بقى؟ بس احنا هنا بنبيع ب6000 غير جملة يعني. بالظبط عشان انتوا اللي بتوزعوا. احنا اصلا شغلنا اجاري تجاري مشتغل كمان اكتر من مستهلك، فاحنا الحاجه عندنا مدعمه شويه وسعرها بينزل طبعا مش هزل نص، بس هنا الحاجات في عندي حاجات في الكرتون بتنزل في السعر شويه عن بره. ده معاه ضمان خلاف ده معاه ضمان 3 شهور ده فرز معاه ضمان 3 شهور. ده فرز ده فرز ده فرز اول بس معاه ضمان 3 شهور. ليه بقى؟ اشمعنى؟ هقول لحضرتك على حاجه، في الحاجات دي بتجينا يعني ايه يعني خارجه من خط الانتاج بس ما فيهاش بتتباع فرز وكده، فبنحط عليها ضمان 3 شهور بس. ممكن ادي العميل عليها ضمان سنه برضه. ممكن تدي العميل ممكن عليه ضمان سنه. ضمان انت ولا الوكيل بتاعك؟ ضمان معرض بتاع الوكيل المعتمد العام الوايت ويل، اي حاجه خاصه بوايت ويل في المعرض هنا احنا الوكيل العام معتمد فيها. تمام. شايفين بقى المكانس اهي، المكانس اهي، وعندي بقى الوان، عندي التفوري وعندي الاصفر وعندي النبيتي. الوانها الصراحه جميله جدا. لعبه لا جميله حتى تحسي تشبع بالاداء. ايوه بتاعت اطفال صغيره. صح ان شاء الله.
وعندي برضو مراوح، برضو قلنا بقايا عندي مراوح بالكرتونه بتاعتها والضمان سنه اسمها اي تي اي بتاعت عطا، طبعا ماركه عطا معروفه جدا في السوق، هي دي مصري. في عندي منها ستاند وفي منها حقيقتي. دي حقيقتي دي جميله 16 بوصه وخمسه مروح خمسه ريشه. سعرها كام؟ دي عامله 38. حلوه جدا. والستاند بتعمل ايه؟ الستاند برده 18 بوصه وخمسه ريشه برده، دي عامله 440. 440 ستاند. ومعاها ضمان قد ايه؟ سنه. في عندي برده اللي هي البوكس بتاعت المكاتب، دي عامله 280. بس لعلمك الحاجات دي كلها مهتمه جدا، انا عندي منها انا عندي منها زي الفل عمليه عايزه عمليه جدا. تمام. عندي كاتلات برضو مدينه رفايع، عندي كاتلات قهوه، كاتل قهوه ده بيعمل 6 افراد قهوه، وده عامل 250 جنيه. وعندي كاتل ده كاتل بلاستيك عادي الميه، وده عامل 150. تمام. وعندي عصاره عامله 350 عصاره برتقال. دي ايه، كهرباء ولا ايه؟ كهرباء. وايت ويل اهي لتر. ده وايت ويل العصاره. عندي اللي هي الكاتل البلاستيك ده، ده يعني مصري اسمه فلامينجو، ماركه فلامينجو، بالكرتون معاه ضمان سنه. مع ايه عامل كام؟ ده عامل 150. حلو جدا. برده نفس الكلام، كاتل القهوه برده مصري ماركه فلامينجو بالكرتون معاه ضمان سنه، وده عامل 250. تمام. وهنا دي الافران اللي احنا شفناها خلاص. مقاس 40 لتر وفي 45 لتر وفي 30 لتر. ودي الاشكال بتاعت وايت ويل بقى المبردات كلها ب 1800 زي ما قلت لك، اللي من غير ثلاجه، اللي من غير ثلاجه ب 1000 عامله 2000. تمام. طبعا شرفت بيك جدا جدا. ميرسي، انا مبسوطه حضرتك جدا. شرفت بيكي جدا. ميرسي. قبل بس ما انهي الفيديو، قبل بس ما انهي الفيديو، يا ريت حضرتك تقول لنا مكان المعرض بالظبط وارقام تليفوناتك. بصي يا فندم، المعرض بتاعنا في امام محطه مترو انفاق حدائق الزيتون، في 24 شارع عبد الرحمن مصر، معرض الروماني جروب. ميرسي. شكرا. سعيده جامعه. شكرا. بشكركم جدا لحسن المتابعه، واتمنى ان شاء الله لو الفيديو النهارده عجبكم يا ريت تدعمونا باللايك والشير واشتراك في قناتنا اللي في القناه اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قناة إيمي وهنونة تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.